انعقدت بمدينة شرم الشيخ قمة GRC مصر 2024 التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية المستدامة وتنشيط الاستثمار الهادف في المنطقة العربية والشرق الأوسط. تعد هذه القمة حدثا مهما لجمع القادة المتميزين وصناع القرار وخبراء الصناعة وشخصيات مؤثرة من مختلف القطاعات لمناقشة الأساليب الحديثة المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرقمية. كما تسعى القمة إلى تحقيق فهم واضح لتأثير التقنية في إدارة المخاطر وعرض قيمة التحول الرقمي في خدمة أهداف الحوكمة الداخلية والحوكمة الرقمية. وتشمل الموضوعات المقترحة للنقاش في هذه القمة عدة مجالات هامة ومعاصرة. هدفنا التدريب والتوعية ودمج الجهود الحكومة في رؤية مصر 2030 مع قطاع الأعمال وقطاع المؤسسي الخاص من بنوك ومن شركات ومن مؤسسات. هدف المؤتمر هو تدريب وتنمية وتوعية. في الحقيقة المؤتمر حصل على رعاية العديد من الجهات في مصر زي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة تنشيط السياحة، جهاز تنظيم الاتصالات، هيئة الرقابة المالية والعديد من الجهات الأخرى. بنشارك في مؤتمر GRC Summit 2024 في مصر. المؤتمر بيناقش قضية مهمة جدا، هي قضايا الحوكمة والالتزام وإدارة الأزمات، ودي قضايا مهمة جدا إن احنا نقدر بيها نوصل لدعم متخذ القرار في تحقيق قضايا التنمية المستدامة، لأن بدون حوكمة جيدة وبدون الديجيتال ترانسفورميشن مش هنقدر ندخل فترة التحول الرقمي ونقدر نحقق أهداف التنمية المستدامة.